السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم للصف السادس الابتدائي تكملة حل تمارين 5-3 صفحة 103. سؤال السادس: خارطة رسمت بمقياس 1/7,200,000، وجد أن المسافة بين المدينتين 5 سنتيمتر، فما البعد الحقيقي؟ أول ما نجي على المسألة، إحنا افتهمنا المسألة لازم نقرأها ونفهمها ونعرف إيش هي الأرقام اللي أعطانا هي، يعني إيش تمثل لي هاي الأرقام. 1/7,200,000 بما أنه على شكل كسر، فهذا راح يمثل مقياس الرسم. 5 سنتيمتر بما أنه هي سنتيمتر ووحدات صغيرة، إذا هاي تمثل البعد على الخارطة. من هو المجهول بالسؤال؟ أي ما موجود، مقياس الرسم موجود، البعد على الخارطة موجود، الما موجود هو البعد الحقيقي، وأيضا هو عايزه من عندنا بالسؤال. إذا البعد الحقيقي، فإحنا بهاي الحالة إحنا لازم نكتب قانون البعد الحقيقي. البعد الحقيقي يساوي البعد على الخارطة في مقلوب مقياس الرسم. ما ننسى كلمة احنا مقلوب البعد على الخارطة، وين الرقم مال البعد على الخارطة؟ 5 سنتيمتر، على اعتبار انه السنتيمترات هي وحدات البعد على الخارطة، يعني اشياء صغيرة. 5 في مقلوب مقياس الرسم، إذا هو 1/7,200,000 يصير 7,200,000 على 1، يعني نقلبه، نقلب الكسر، إذا هو 1/7,200,000 بس مجرد أقلبه، يطلع 7,200,000 بالوسط، كل واحد يصير بالمقام، 5 مقامة 1، طبعا ننزل الأصفار عند الضرب تنزل 1 2 3 4 5، 5 في 2 10، 0 باليد 1. 5 في 7 35، وواحد يعطينا 36، اللي طلعنا انه احنا 36 مليون سنتيمتر. رأسا ننتبه، هل البعد الحقيقي ينقاس بالسنتيمترات؟ طبعا لا، البعد الحقيقي ما ينقاس بالسنتيمترات، اما نقيسه بالكيلومتر او احنا نقيسه بالامتار، فلهذا احنا راح نحول السنتيمتر الى كيلومتر، كل واحد كيلومتر ينطينا 100,000 سنتيمتر. فنقسم، من نحول من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة أقوم بعملية القسمة، فأقسم هذا الرقم على 100,000، نحذف 5 أصفار، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 1 2، إذا يبقى العدد 360 كيلو متر، هذا يعتبر البعد الحقيقي، وهكذا نكون إحنا استخرجنا البعد الحقيقي. سؤال السابع: ألف باء جيم مثلث قائم الزاوية في ألف، احسب مساحته على الخارطة رسمت بمقياس 1/50,000. أول ما نجي على السؤال لازم نفتهم هذا السؤال شوي، هو طويل هذا السؤال، لكن إحنا لازم نفتهم السؤال حتى ننطق نركز على المادة. ألف باء جيم مثلث قائم الزاوية، ألف باء جيم هذا مثلث قائم الزاوية، قائم الزاوية فيه أي نقطة؟ فيه نقطة ألف، هاي الزاوية القائمة. قياس ألف باء كان أعطانا 3 كيلومتر، بما أنه عندنا كيلومتر إذا هذا نعتبره إحنا قاعدة حقيقية أو بعد حقيقي، وأيضا عندنا ألف جيم هذا ارتفاع، ارتفاع المثلث إذا نعتبره 8 كيلومتر، أيضا يعتبر ارتفاع حقيقي لأن بالكيلومترات. احسب مساحته على الخارطة، ما دام يقلي على الخارطة إذا إحنا لازم نطبق القانون مرتين، مرة للثلاثة كيلومتر حتى نطلع العدد، ومرة نطبق 8 كيلو متر. كان أعطانا كلمة بمقياس، بمقياس يعني هذا مقياس الرسم، هذا يعتبر هو مقياس الرسم، من عرفنا مقياس الرسم من النسبة. احسب مساحته على الخارطة، هو يحتاج مساحة المثلث كله على الخارطة، فأنا ما تقطعنا مساحة المثلث على الخارطة إذا ما أحول الثلاثة كيلومتر والثمانية كيلومتر، نحولها ونطبقها على القانون وبعدين نطلع مساحة المثلث كاملة. فنكتب البعد على الخارطة يساوينا البعد الحقيقي في مقياس الرسم. البعد الحقيقي عندنا 3 كيلومتر، وهو يحتاج بعد على الخارطة، فأنا لازم أحول 3 كيلومتر إلى سنتيمتر، يعني لازم نضرب 3 في 100,000. 3 في 100,000 ينطينا 300,000، والتحويل الآخر أيضا لازم نحول لـ8، 8 نضربها في 100
ألف. ننزل أصفار، 1 2 3 4 5، 8 في 1 يعطينا 8. تحولت من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة، أصبحت بالسنتي مترات، وهو هذا اللي إحنا عمود لازم تحويله. البعد الحقيقي ما راح نطبق، بما إنه عندي 300 ألف سنتيمتر و800 ألف سنتيمتر، إذا القانون لازم ينكتب مرتين، فإحنا راح نطبق مرة على 300 ألف ومرة على 800 ألف. البعد الحقيقي نطلع 300 ألف في مقياس الرسم هو 1 على 50 ألف. نحذف أصفار، إذا أكو أصفار 1 2 3، 1 2 3، 1 مع 5 مع الصفر مع 50، بقى عندي 35. إذا أكو اختصار بين 5 وبين 30 نختصر، على 5 بها 1 والثلاثين بها 6، فستة في 1 إيش يعطينا؟ يعطينا 6 سنتيمتر. هاي 6 سنتيمتر إحنا طلعنا قاعدة، قاعدة المثلث، قاعدة المثلث. أيضا نطلع إحنا الارتفاع، نفس القانون نكتب البعد على الخارطة يساوي لنا البعد الحقيقي في مقياس الرسم. البعد على الخارطة يساوي البعد الحقيقي في مقياس الرسم. البعد على الخارطة احنا بعد التحويل طلعنا 800 ألف في مقياس الرسم، هو نفسه 1 بنسبة 50 ألف، لازم نعمله على شكل كسر حتى نستفاد منه بالاختصار. نجي على المقام 800 ألف 1، وأيضا نختصر إذا أكو 1 2 3 أصفار، 1 2 3، 1 1، 80 مع 5 بها اختصار، على 5 بها 1، وثمانين كم 5 بها 16، كل ما يعرف يحاول يقسم قسمة طويلة. 8 كم 5 بها 1، 1 في 5 5، 8 ناقص 5 3، نزل الصفر، 30 كم 5 بها 6، 6 في 5 30، إذا أصبح العدد 16. هاي 16 طلعناها، 16 في 1 تعتبر هي ارتفاع، ارتفاع المثلث. إذا أصبح عندنا قاعدة المثلث وعندنا ارتفاع المثلث. المطلب الثالث نستطيع أن تحقيقه اللي هو أحسب مساحته على الخارطة، نكتب قانون مساحة المثلث، هذا آخر مطلب، مساحة المثلث يساوي نصف في القاعدة في الارتفاع، نصف في القاعدة في الارتفاع. ننزل النصف في القاعدة، القاعدة احنا طلعناها 6 سنتيمتر، نكتب 6 في الارتفاع، عندنا 16 سنتيمتر طبعا بعد التحويل. إذا أكو اختصار بين 2 وبين 6 نختصر، على 2 بها 1 و6 بها 3، ونضرب 1 في 3، 3 3 في 16 يعطينا 48 سنتيمتر. هذا مساحة المثلث على الخارطة، واللي ما يعرف يحاول يضرب 16 في 3، بحيث 16 في 3 يساوي لنا 3 في 6 18، 3 في 1 3 و1 يعطيني 4، يعني يعطيني مساحة المثلث على الخارطة تصبح 48 سنتيمتر. وبهذا نكون قد انتهينا من حل تمارين 5-3. أرجو أن أكون وفقت في إعطاء المادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.